دفاع الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله كان بتاريخ 29 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 الهجرة. وإليكم الدفاع عن الشيخ حفظه الله. الشيخ محمد بن هادي حفظه الله من المشايخ السلفيين المعروفين، ومعرفتنا به قديمة، ونعرفه على الدعوة السلفية والمنهج السلفي موصوف بالعلم والعمل والثبات على السنة. ويا إخوة، إعطاء الضوء الأخضر للشباب يتكلمون في مشايخ كبار ظاهرة خطيرة. انتبهوا، مرت عصور أهل السنة وهم يقولون علماء الجرح والتعديل. الآن صار عندنا اصطلاح جديد، شباب الجرح والتعديل. هذه ظاهرة خطيرة. الشباب ليس لهم أن يجرحوا ويعدلوا. مرت العصور والعالم يتكلم بالجرح أو التعديل، والتلاميذ ينشرون كلامه، وكلامه معروض على أهل العلم. الآن الشاب يتكلم في الجرح والتعديل، والعالم هو الذي ينشر الكلام أو يؤيده أو يشكره على كلامه. وكم رأينا من ملازم ومطويات في الجرح والتعديل يؤلفها التلميذ والشيخ يكتب قرأه وأذن بنشره فلان ابن فلان. أصبح الأمر معكوسا، أصبح الجرح والتعديل مثل الملابس، رجالي ونسائي واللادي. عندنا رجال جرح التعديل ونساء جرح التعديل وبنات جرح التعديل وشباب جرح التعديل، كلهم بسبب ضوء أخضر يعطون. ينبغي أن يقتصر الأمر على مشايخ وعلماء. كان العلماء يجرح الرجل في الشخص، العالم الثاني يوافقه أو يخالفه، كل واحد يفعل ما يقرره إلى الله، يوافق ويخالف. ما يجرأ الشباب على الطعن في العلماء والمشايخ، ما يجرأ الشباب على الطعن في العلماء والمشايخ. فتسليط بعض الشباب في الكلام على الشيخ محمد بن هادي من جملة هذه الظاهرة التي ليس هذا مبدأها، بل صارت سنة وطريقة عند كثير من الشباب في الجرأة على المشايخ. وأنا أقول لكم، الشيخ محمد بن هادي الجبل، وهؤلاء سيفسرون قرونهم وكلامهم سيعود عليهم، وما سيضره ذلك بشيء. ونحن نحبه في الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وتقبلوا تحيات إخوانكم من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله.